أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام.
وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن
رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاء بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم
vehim vallahu mutimmu nurih. Vallahu mutimmu nurihi velev kerihel kafirun. Yuriduna li yutfi'u nurallahi بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. صدق الله العظيم.